هذا المشروع الخدمي والحيوي لبغداد وللمحافظات المجاورة، كونه واحد من المشاريع المهمة التي تنظم النقل من وإلى بغداد. ترسل الجداول أليف وباء وجيم ودال وها وواو زائد جدول العجز المخطط لعام 2024. وآلت حكومتنا على نفسها أن تغير حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة والتنوع في الموارد ومواجهة التحديات المزمنة في البطالة والخدمات والفساد ومحاربة الفقر وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله. نشارك العتبة العلوية في وضع حجر الأساس لهذا المشروع المهم والحيوي والذي يأتي انسجاماً مع رؤية الحكومة في تنظيم حركة ونقل الزائرين وتسهيل دخولهم إلى العتبات المقدسة والتنقل من وإلى النجف الأشرف. أن هذه الحكومة عندما وضعت أولويات وأهداف وأعلنت عنها لم تكن خطابات إعلامية أو دعائية، وإنما رؤية حقيقية وضعت وفق دراسة وتنفذ بكل تفاصيل. واقع المحافظة يحتاج الكثير، وهذا يتطلب بالتأكيد دعم منا كحكومة اتحادية وفق ما متاح من تخصيصات مالية. لذلك وضعنا ضمن خطتنا نمول 10 مشاريع بقيمة 555 مليار دينار.